حسم الرئاسة في العراق كلف الأكراد غالياً، وتسريب رئيس الاتحاد الوطني يقول إنه سيصحح أخطاء كردستان في بغداد. الكل يتفق على حكم مدني. المبعوث الأممي للسودان يؤكد الحدث تقارب وجهات النظر بين الفرقاء، ورئيس الجبهة الطورية يؤكد قرب التوصل لتسوية سياسية. أطفال إيران المحتجون قتلى على يد النظام ومعتقلون في سجونه. قلق أوروبي من فشل لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية، وباريس تضغط من بيروت لانتخابه ضمن المهلة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنه زج بنصف قوته بالضفة الغربية، والهدف مجموعة عارين الأسود. السلام عليكم. ردت مسؤولة ملف الحكومة في مكتب بارزاني آمنة زكريا على تصريحات بافل طالباني بشأن قهر الحزب الديمقراطي الكردستاني في ترشيحه لشخصين لمنصب رئيس الجمهورية، إذ قالت إن أي قوة تعمل على أساس الصدق والعهد سيشهد لها التاريخ كقوة صاحبة الثقة في المفاوضات. أمينة زكري قالت أيضاً في ردها إنه لا بك ولا بالذين قبلك ولا بمن يأتي بعدهم على حد علمي يقارنون ببارزاني. هذا وأضافت أنه عندما يكون الأمر متعلقاً بمعركة فرض الإرادة مع الحزب الديمقراطي فإن الذي تم قهره لم يكن الديمقراطي أبداً. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا هنا زميلة ميس الحربي للوقوف على مواقف الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. ميس أهلا بك. أهلا بك سارة. طبعا هي المواقف متواصلة من خلال 24 ساعة الماضية، ولكن تفصيلا لما حدث قصة المعترك الانتخابي للرئيس العراقي بين الكرد لم تنتهي بانتهاء انتخاب الرئيس عبد اللطيف رشيد. 24 ساعة الماضية كان بها تصريحات عدة لبافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ضد نظيره الحزب الكردي الديمقراطي الكردستاني. آخر تلك التصريحات التي سربت لبافل طالباني وتحدثت عنها وسائل إعلامية عدة منها الشفق نيوز كانت خلال تواجده في بغداد العاصمة الأيام الماضية خلال انتخاب رئيس الجمهورية. ما سرب له صوتيا قال فيه أنه سيعمل من العاصمة بغداد لتصحيح ما وصفها بالأخطاء التي وقعت في إقليم كردستان، بل وقال إن الحزب لديه برنامج لافتتاح مكتب سياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد بجميع أقسامه، وسيكون هو بافل المسؤول عن هذا العمل وسيتواجد في المرحلة القادمة في بغداد كثيرا. بالتزامن مع هذا التسريب الصوتي لبافل طالباني كان هناك تصريحا علنيا له ضد منافسه الديمقراطي الكردستاني اعتبر فيه أن حزبه فاز بالمنصب أو منصب رئيس الجمهورية، رغم أن الولاية لم تجدد لبرهم صالح مرشح طالباني. أما عبد اللطيف رشيد زوج خالة بافل طالباني الرئيس الجديد هو عضو في حزبه لم يكن مرشحه. نتابع هنا تصريح بافل طالباني ضد الديمقراطية الكردستاني، نشاهد. كاك لطيف چند سال لگل من جلال جاوم زیاتر لگل كاك لطيف جاوم كاك لطيف بشك على يكيتين اجتماعي كردستان هر بشك بو على يكيتين اجتماعي كردستان هر بشك يشبت على يكيتين اجتماعي كردستان او بيكوا ربازي من جلال اپاريزي او زور سير الائمن زور سير ايتبا كانديد يكيتين ايتبا كانديد يكيتين هش پارتي كانديد اكي كاكوشيار بو كشكاند من پارتي كانديد بعد هذا التصريح على الفور ردت عليه مسؤولة ملف الحكومة وبرلمان الإقليم للبرزاني آمنة الزكري، قالت هنا أو تحدثت عن النكث
بالعهود وأن الصدق يكسب أصحابه الثقة في المفاوضات، واعتبرت أن الذي تم قهره لم يكن ديمقراطي أبداً. هنا تقصد عن مرشحين الحزبين. هنا في قناة الحدث بدورنا حاولنا التواصل مع الطرفين، الاتحاد الوطني الكردستاني ليس هناك رد منه حتى اللحظة، ولكن في لقاء اليوم مع الحدث قال القيادي في الحزب محمود خشناو أنه بعيدا عن الدبلوماسية دولة القانون بزعامة نور المالكي نقضت العهد مع بافل طالباني، واعتبر ذلك النقض مرجعا وأسسا للتعامل مستقبلا مع دولة القانون، وسيبقى ذلك في التاريخ. وهو بالفعل ما ناشد به زعيم الحزب لدولة القانون قبل ساعات من الإعلان عن اسم الرئيس العراقي الجديد. نتابع آنذاك ماذا قال بافل طالباني لدولة القانون، نشاهد. أما الديمقراطي الكردستاني فأكد لنا أنه سحب مرشحه ريبر أحمد بالاتفاق مع الإطار التنسيقي بأن يسحب الاتحاد الوطني مرشحه برهم صالح. من هنا يذهب الحزبان لمرشح مستقل هو عبد اللطيف رشيد. الاتحاد لم يلبي المطلب والديمقراطي سحب ريبر أحمد للتغليب المصلحة الوطنية. بعد ذلك حسم المشهد بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيس للجمهورية العراقية، واعتبر حينها الاتحاد الوطني أن ممثله هو عبد اللطيف رشيد وهو الذي كسب الرهان. حسب مصادرنا هناك مسؤولية تقع اليوم على الرئيس الكردي الجديد مرشح بارزاني وزوج خالة بافل طالباني والمقرب من والده بأن يزيل التشنج الكردي الحاصل، لينتهي مساء الأمس ببيان متزن من بافل طالباني تحدث فيه عن وحدة الصف الكردي. هنا مصادرنا قرأت هذا البيان على أنه جاء لاستمرار عجلة تشكيل الحكومة وتقاسم الاستحقاقات الكردية في بغداد، وأيضا من أجل نيل الاستحقاقات مع الديمقراطي في الحكومة الاتحادية. سارة، هذه التفاصيل حتى اللحظة فيما يحدث بين الأحزاب الكردية، وإليك الآن مناقشة هذا الملف. نعم، إذن انتخاب رئيس الجمهورية العراقية كشف خلافا أعمق بين الحزبين الكرديين الكبيرين. صحيح. شكرا جزيلا ميس على كل هذه التفاصيل، وسنناقش هذه التفاصيل التي ذكرت من قبل ميس منذ قليل مع ضيفنا من أربيل الكاتب السياسي كفاح محمود. السيد كفاح، أهلا بك على شاشة الحدث. سيد كفاح، تابعت معنا هذه التصريحات أهلا بك، التصريحات المضادة من قبل الحزبين الكرديين الكبيرين بعد انتخاب رئيس الجمهورية العراقية، ما حجم هذا الخلاف فعلا أو التوتر؟ بداية ميس، زميلة العزيزة ميس لم تدع شيء في جعبتنا لم تقله، يعني قالت كل ما في هذا الملف. أنا أعتقد هذا التنافس ما بين الحزبين يعني ليس حديثا أو ليس من إنتاج يوم أمس أو قبل سنة أو سنوات، منذ سنوات طويلة هناك تنافس بين الحزبين، وهذا التنافس يعني للأسف الشديد في بعض السنوات وصل حد الاحتراب، لكن انتهت هذه المرحلة السوداء، وتنافسهما الآن تنافس يعني يتمنى الجميع طبعا وبالذات الشارع الكردستاني أن يكون لصالح هذا الشارع. التصريحات والتصريحات المضادة ربما كما يقول الدارج المحلي أنه حينما يكون الجرح حارا تكون الانفعالات طبعا في أشدها، حينما تبرد الأمور أو تبرد الجروح تقل الآلام ويبدأ الاتزان في التصريح وتبدأ العقلانية والحكمة. السيد عبد اللطيف عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وهو واحد من الرجالات التاريخيين في قيادة الاتحاد ورفيق بعيدا عن القربة النسبية، رفيق جلال طلباني رحمه الله في مسيرته. عموما أنا أعتقد ما حصل يوم أمس كان محاولة يعني جدية لحل الانسداد الذي عانت منه العملية السياسية منذ أكثر من عام. ستكون الأمور أكثر هدوءا خلال الأيام القادمة، وأنا أعتقد تماما في رئاسة البرلمان السيد عبد اللطيف يمتلك، ستكون أكثر هدوءا في إقليم كردستان. سيد كفاح،
حتى في هدوء يعني حتى في كردستان، وأنا يعني سأكمل لك الفكرة. نعم. أعتقد أنه السيد عبد اللطيف يمتلك بعض الأدوات من موقعه ومن توصيفه، سواء كان رئيس جمهورية وعلاقته التاريخية مع جلال طلباني ومع مسعود بارزاني في نفس الوقت. ولهذا رأيت أن كتلة الديمقراط الكردستاني دعمته في هذه الانتخابات. مساحة الحركة والأدوات التي يمتلكها الآن ستعمل على تقليل الفجوة ما بين الديمقراطي والاتحاد، وهذا أنا شخصيا أعول عليه كثيرا. يعني بعيدا عن هذه التصريحات، هذه التصريحات ستتبخر بعد عدة ساعات أو بعد عدة أيام، وسيعود سنعود ثانية إلى المشتركات الأساسية التي تجمع الحزبين في قيادة العملية السياسية، سواء في هنا في كردستان والعاصمة أربيل أو في بغداد. المسألة تشكيل الحكومة يعني من السابق لأوانه، يعني بحث هذا الموضوع في الوقت الحاضر، خاصة وكما قلت لك قبل الآن سيدتي سارة بأن هناك تحديات كبيرة في مقدمتها التيار الصدري. ما لم يفتحوا قناة مع التيار الصدري من الصعب جدا تشكيل الحكومة أو إنجاحها بعد تشكيلها. دعنا نؤجل هذه النقطة، مسألة تشكيل الحكومة وموقف التيار الصدري قليلا، ولكن لنعود إلى الحزبين الكرديين الكبيرين، ديمقراطي كردستاني والاتحاد الوطني. هذا الخلاف بينهما، صحيح أنهما لم يذهبا إلى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ولكن الملفات التي تجمعهما كثيرة، تجمع إقليم كردستان ككل، ملف النفط والغاز بالإضافة إلى اتفاق سنجار الأمني وضرورة تنفيذه الآن. هل تتوقع توحدا على الأقل من أجل هذه الملفات ونقاشا جديا هذه المرة مع بغداد؟ يعني دعيني أؤشر نقطة مهمة جدا. مهما اختلفت الفعاليات السياسية الكردستانية وخاصة الحزبين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي، ما يثير التفاؤل ويشيع الإيجابية بأنهما يتفقان على المصالح العليا للإقليم. على سبيل المثال، كنا مختلفين الديمقراطي مع الاتحاد وبقية المجموعات السياسية الأخرى، كنا يعني خلال الدورات السابقة مختلفين سياسيا، لكن حينما كنا نبحث مسألة النفط والغاز في الإقليم في برلمان بغداد كان الصوت واحد، كانوا الجميع يعملون بفريق واحد بعيدا عن الخلافات البينية بينهم. هذا يسعد الشارع ويسعد المراقبين، يختلفون سياسيا لكن لهم يتفقون. مسألة سنجار استراتيجية، مسألة كركوك استراتيجية، مسألة خانقين استراتيجية، مسائل النفط والغاز، الموازنة، حصة الإقليم، هذه ليس لها علاقة بالخلاف السياسي. بالعكس، أنا أرى أنه الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يتنافسان بشدة على أولوية العمل من أجل هذه الإشكاليات وحلها. ولذلك لا خشية حقيقة، وإن كثرت مثل هذه التصريحات، مثل يعني التسريبات الأخيرة من الناحية الرسمية لا يمكن التعويل عليها، لأنها النقل إلى بغداد أو تأكيد مثل هذه التسريبات تحتاج كما تعلمين سيدتي أولا إلى خبراء بالصوت، ثانيا إلى بيان رسمي صادر من قيادة الاتحاد الوطني ومن وسائل إعلام معروفة تابعة للاتحاد الوطني، ومن خلال مؤتمر لقيادة الاتحاد الوطني عملية الانتقال إلى بغداد وفتح مكتب سياسي هناك واتخاذ قرارات بهذا الشكل. هذه تحتاج إلى بيانات رسمية وليس إلى تسريبات صوتية. ولذلك في هذه الفترة نعتقد سنستمع إلى الكثير يعني من التصريحات ربما، وحتى التسريبات وحتى الفبركات من هنا وهناك. نعم. في مسألة الحكومة، هذه النقطة التي أجلها منذ قليل، صاحب أن محمد الشيع السوداني المكلف بتشكيل هذه الحكومة قال أنه سيقدم هذه التشكيلة الحكومية قريبا، ولكن حتى قادة الإطار التنسيقي يعلمون جيدا بأن المهمة ليست يسيرة، مهمة تشكيل الحكومة في ظل رفض التيار الصدري. هل هناك أي ملامح تسوية ما، والفعلا التيار الصدري مثل ما يعتقد البعض بأنه سيرضى سيقبل ببعض المناصب أو بتسوية ما مقابل منح مباركته لتشكيل الحكومة؟ بداية يعني استمعنا جميعا إلى رأي الصدر، رأيه ورأي تياره بالسيد السوداني، وطبعا رأي رافض كان في المطلق. لا. في السياسة ليست هناك يعني أبواب مغلقة إلى ما لا نهاية. دائما
يعني تتحكم بالعمل السياسي نوع من المرونة التي يعني غير خشبية أو حديدية. عموما دعينا نقرأ ما بين الأسطر. في أول تصريح للسيد السوداني قال: أنا سأهتم بتسمية ثلاثة وزارات مهمة، أنا الذي سأرشح لها كوادرها، وكان يقصد وزارة الإسكان ووزارة الصحة وأظن وزارة أخرى خدمية تتعلق بالمواطن. هذه إشارة بأنه ربما ستمنح وزارات سيادية مهمة للتيار الصدري، أو ستكون على الأقل محل نقاش أخذ وعطاء مع التيار الصدري، رغم أنه يعني الكثير من المراقبين يعتقدون بأن التيار الصدري غير مهتم بمسألة المناصب، وقرر السيد الصدر الانعزال سياسيا وترك العمل السياسي. لكن أيضا إذا عدنا قليلا إلى يعني أرشيف نشاط التيار الصدري، دائما هناك مفاجآت كثيرة. أكثر من مرة السيد الصدر ترك العمل السياسي وتفرغ للدراسة، ثم سافر إلى طهران وثم عاد للعمل السياسي وبقوة. وكثيرا أيضا أوقف التيار الصدري من العمل وأعيد النشاط له مرة أخرى. ولذلك أنا أتوقع إجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان هما الشرطان الأساسيان اللذان سيمنحان الحكومة القادمة شرعيتها، أو على الأقل ديمومتها إن بدأت، أو من يضمن أن هذه الحكومة ستقوم بالإعداد للانتخابات القادمة، ثم البرلمان يدعو إلى يعني يحل نفسه. هذا سيقنع التيار الصدري ربما بغض النظر عن تشكيل حكومة، لكن على أن يكون ضامن أن هذه الحكومة ستجري انتخابات مبكرة كما أعلن السيد الصدر وكما وافق عليه الإطار التنسيقي. شكرا جزيلا لك. من أربيل كنت معنا الكاتب السياسي كفاح محمود. وبعد تشكيله أو تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شيع السوداني، أعلن أن لديه رغبة جادة في فتح باب الحوار لبدء صفحة جديدة. سأبذل قصارى جهدي في تأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزر القوى السياسية بترشيح شخصيات كفوءة ومهنية ونزيهة قادرة على إنجاز مسؤولياتها، فانتظار شعبنا لهذه اللحظة المهمة قد طال كثيرا. لن ننسى مطالب شبابنا الحق، وسنعمل بكل تفان وإخلاص في التصدي للمشاكل والأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة، وأن نعمل على توفير فرص العمل والسكن وتحسين الواقع الصحي والتربوي والتعليمي وقطاع الشباب والرياضة وتمكين المرأة وضمان حقوقها. دكتور عبد اللطيف رشيد جمال رشيد من الشخصيات المرموقة جدا والمحنكة، واللي هو يتمتع بالهدوء والذكاء والحكمة والفطنة، إنسان مقتدر، المناصب اللي شغلها دائما كان متفوق بيها. هذا الرجل احنا جربناه من خلال مسؤوليته بالموارد المائية، أما برهم صالح لا، كان حقيقة كرأي شخصي وليس رأي شخصي، رأي عموم الناس والمؤسسات اللي احنا نشتغل بيها، إنسان ما كان متفوق أبدا وليس جدير بهذا المنصب. ليس هناك حكومة بدون موافقة السيد مقتدى، ولأن السيد مقتدى يمتلك جماهير عريضة ورأي عام، فلذلك الحكومة التي تقام بدون التيار الصدري هي حكومة عرجاء. منذ عام 2003 إلى حد الآن ليس هناك أي تطور إيجابي أو أي شيء إيجابي حدث للمواطن العراقي فردا ومجتمع. أزمات، تلك الأزمات تتفاقم. ونشاطنا مستمر فيها بعد الفاصل. بعد أيام من التعتيم على الحادثة، الحوثيون يقرون بجرعة السرطان الفاسدة التي أودت بحياة 19 طفلاً.
يكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح. وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة. وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. أهلا بكم من جديد. أعرب ممثل الأمين العام الخاص للسودان فاكال بيريتس أعرب عن تفاؤله بالحل في السودان، معتبرا أن طرفي الصراع المكون العسكري والمدني بات أكثر واقعية الآن. الجو أحسن كتير مما كان علي من 3 أشهر مثلا. يعني هذا الجو التفاؤلي يعني له أناس مختلفة، يعني أنه يمكن المكون العسكري لاحظ وأدرك أنهم ما كانوا ناجحين في هذه السنة، يعني من 25 أكتوبر من انقلاب 25 أكتوبر لحلا لحتى الآن ما في رئيس وزارة، ما في حكومة فعالة إلى آخره. المدنيين صاروا واقعين أكثر كمان، أنه مش بسهولة يعني بتسكت السلطات الحالية، ولذلك يعني في تقارب بوجهات نظر. أذا وأشار ممثل الأمين العام الخاص للسودان إلى وجود عدة مبادرات لحلحلة الوضع، معتبرا أن الأفضل هي مبادرة المحامين التي تجمع حولها أكبر عدد من القوى السياسية، كما أنها تقدمت بمسودة دستورية تفصيلية. كان هناك يعني في بداية 4-5 مبادرات مختلفة، فصار مبادرة واحدة منهم، فهي المبادرة حول المحامين أو نكابة المحامين، صار هي تقريبا تجمع حوليها الكتلة الحرجة يعني من القوى السياسية، يعني أكبر عدد من القوى السياسية المدنية بما في ذلك بعض القوى التي عندها مبادرة خاصة لها ولكن قبلت أن تتعاطى مع هذه المبادرة الوحدة التي اجت بمسودة دستورية تفصيلية إلى الحد ما. فولكر بيريتس أكد للحدث أن السودانيين متفقون على حكم مدني ورئيس مدني، كذلك على فترة انتقالية قصيرة لا تتعدى 20 شهر وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. يعني أنه الكل يتفق على حكم مدني، الكل تقريبا يتفق على رئيس دولة أو رأس دولة مدني، الكل يتفق تقريبا على رئيس وزارة مدني عنده قوة تشكيل حكومة، الكل يتفق وهذا مهم جدا على
فترة انتقالية جديدة قصيرة مش أكثر من 18 إلى 24 شهر وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. كما شدد على أن كل المكونات تتفق على ضرورة بناء ووجود جيش سوداني قوي وموحد، داعيا إلى عدم تكوين السياسيين لجيوشهم. الكل يتفق على ضرورة وجود جيش قوي موحد، جيش واحد، جيش وطني واحد قوي، لأنه البلد يعني في محيط جيوسياسي مش سهل يعني، يعني في عدم الاستقرار في الجوار، فلذلك يعني جيش قوي يعني مهم. ولكن خلينا نقول الجيش والعسكر لازم يكونوا جزء من المؤسسات ولكن خارج السياسة، والسياسيين لازم أن يلعبوا السياسة، ومش ممكن أو مش يجب أن السياسيين لا يكون لهم جيوش خاصة. ومن جهة أخرى كشف عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس كشف عن قرب التوصل لاتفاق وتسوية سياسية تنهي حالة جمود المشهد السياسي وتجعل البلاد تمضي في مسار الانتقال المدني الديمقراطي. هذا وقال إن البلاد تواجه تحديات كبيرة مؤكدا قدرة الشعب على تجاوزها قريبا عبر الحوار والتوافق. ومن الخرطوم ينضم إلينا لمناقشة كل هذه التطورات نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني. السيد نور الدين أهلا بك على شاشة الحدث. ما يجري الحديث عنه الآن إذن هي تسوية اتفاق أو على الأقل اتفاق أولي بين المدنيين والعسكريين، تؤكدون هذه المعلومة وما التفاصيل حولها؟ من الصعب الحديث يعني في هذا التوقيت أننا يعني نقترب من أي تسوية أو أي حل سياسي للأزمة الراهنة. كل ما في الأمر أنه قبل أسابيع من الآن اجتمع عدد من القوى السياسية المختلفة ومن ضمنها طبعا قوى الحرية والتغيير لورشة دعت لها نقابة المحامين السودانيين، وفي هذه الورشة كان من أهم مخرجاتها التوافق على مشروع لإعلان أو مشروع دستور انتقالي. هذا المشروع لقي ترحيبا من فاعلين إقليميين ودوليين يروا أنه يمكن أن يكون أساسا لأي عملية سياسية مقبلة وتكون عملية سياسية منتجة، خصوصا أنه حظي بتوافق عريض من قوى سياسية مختلفة تمثل يعني أيديولوجيات فكرية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. على هذا الأساس بدأ التحركات تقودها أطراف يعني دولية وإقليمية لكي يتم بدء حوار حول هذا المشروع. إلى الآن نحن نقول أننا نستمع إشارات إيجابية، لكن الإشارات الإيجابية التي قد تكون صادرة من المعسكر السلطة الإنقلابية وتحديدا من المؤسسة العسكرية هي ما زالت أحاديث حتى اللحظة. يعني ما زلنا يعني المسألة يعني بمعنى أنه ما زال من المبكر أن نكون في مرحلة نسميها مرحلة تفاؤل. نحن فقط نستمع لما يقولون، وبالتأكيد بالنسبة لنا أي عملية سياسية جديدة يجب أن تتم وفق تدابير دستورية جديدة، وأهم ما يلي هذه التدابير الدستورية الجديدة أنه لا ثمة شراكة للمؤسسة العسكرية في ما يلي قضايا الحكم وقضايا السياسية. المؤسسة العسكرية يجب فقط أن تكون مؤسسة شأنها في ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة، تأتمر بأمر السلطة التنفيذية المدنية. هذا هو أهم قضية بالنسبة لنا. خروج المؤسسة العسكرية خارج حلبة التنافس السياسي يجب أن لا يكون لها أي علاقة بقضايا الحكم إلا فيما يليها من قضايا تنفيذية ذات صلة بما تقرره أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الطابع المدني بكل تأكيد. إذن سيد نور الدين تستبعد الحديث عن تسوية قريبة، يعني تفاوض. ما النقاط الخلافية الباقية إلى غاية الآن بينكم أو بين كل المكون المدني بما فيكم المركزي أو الوفاق والشق الآخر العسكري؟
طبعا عندما نتحدث عن استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالتأكيد نتحدث عن كيف يتم إحداث هذا الانتقال. هذا الانتقال يجب أن يبتدئ أول شيء بإنهاء حالة الانقلاب الحالية، هذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني يجب أن يتم التوافق على هياكل السلطة التي سوف تقود البلاد في مرحلة الانتقال أو ما تبقى من الفترة الانتقالية عندما يتم استئنافها. ما هي هذه المؤسسات؟ ما هي السلطات؟ وما هو حجم التفويض الممنوح لهذه السلطات ولهذه الهياكل؟ كيف يتم اختيار شاغلي هذه الهياكل؟ ما هو المدى الزمني المتاح لهذه الهياكل لكي تقوم بأعمالها إلى أن نصل إلى عتبة الانتخابات؟ كل هذه القضايا يجب أن يتوافق عليها السودانيون، ويجب كذلك يعني فيما يلي طبعا باعتبار أن هذه القضايا هي تخص المدنيين وتخص القوى السياسية المدنية، لكن قبل هذا يجب أن يتم حسم قضية أساسية وهي ما هي علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة، سواء كان ذلك خلال فترة الانتقال أو ما بعد فترة الانتقال. هذه هي القضية الأساسية، وهذه هي القضية التي عانى منها السودانيون منذ فجر الاستقلال وحتى هذه اللحظة. نحن بعد سنة نعم، ولكن هناك طرف ثالث لا يذكر الآن، يعني في العام 8. سيد نور الدين، تحدثت عن المدنيين، تحدثت عن المؤسسة العسكرية، ولكن عن الحركات المسلحة يرجى الحديث في الساعات الماضية عن بعض الخلافات المتعلقة بتعديل أو إلغاء اتفاقية السلام، خاصة اتفاقية جوبا، وبأن الحركات المسلحة النقطة الأساسية العالقة بالنسبة لها هي مسألة الاتفاقيات. ما المطروح الآن فعلا، وما الذي جرى التوصل إليه في مسألة اتفاقية السلام؟ بالنسبة لنا قضية السلام هي قضية أساسية جدا للغاية، وتحتل الصدارة في أجندتنا يعني في قوى الحرية والتغيير، ونعتقد بيقين جازم أنه لا يمكن أن نمضي في مسار التحول المدني الديمقراطي بدون يعني المضي في ملف السلام إلى الأمام، ليس الملف الحالي، الملف المتعلق باتفاق جوبا لسلام السودان، بل فيما يلي إقامة سلام شامل ومستدام في جميع أنحاء السودان، خصوصا أنه هناك ما زالت ثمة قوى مسلحة وحركات خارج مظلة اتفاق جوبا لسلام السودان. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن نقول أننا لا نريد يعني استبعاد اتفاق جوبا لسلام السودان من أي ترتيبات دستورية مستقبلا، لا قلنا هذا في الوثائق الصادرة من قوى الحرية والتغيير، ولا حتى ما توافقنا عليه مع طيف عريض من القوى السياسية في مشروع الدستور الانتقال المطروح من قبل نقابة المحامين، لم نقول بذلك إطلاقا، ولكن نقول أنه بعد هذه التجربة يجب أن تكون هناك مراجعات لبعض النقاط في الاتفاق. أعتقد هناك مسألة مهمة جدا يجب أن تعيها وتدركها القوى المسلحة والحركات المسلحة التي اختارت أن تقف في الموقف الخاطئ فيما يلي الموقف من انقلاب 25 من أكتوبر. أعتقد أنهم يعني وضعوا أنفسهم في موقف حرج، لم يكن خيارهم خيار الانحياز للانقلاب هو الخيار الصحيح. سيد نور الدين، أعذرني في سؤالي الأخير فقط. التجربة بعد مرور عام حول هذه المسألة، مسألة اتفاقية السلام والحركات المسلحة، في سؤالي الأخير هذا، هل فعلا ربما التفاهمات الأولية أو النقاش الأولي بينكم قوى الحرية والتغيير المركزي والشق العسكري أو المكون العسكري يجري الحديث فيها عن منح هذه الحركات المسلحة بعض التمثيل داخل مجلس الأمن أو الدفاع؟ هل فعلا هذا ما يجري الحديث عنه؟ حقيقة نحن بالنسبة يعني فيما يلي القوى الكفاح المسلح أو أطراف العملية السلمية نحن لا نقول طبعا، لأن هناك اتهام بأن هناك محاولة للوصول إلى اتفاق ثنائي مع المؤسسة العسكرية، وهذا ما ننفيه يعني إطلاقا ونؤكد عليه. نحن فقط نقول أن المؤسسة العسكرية هي الضلع في لها ضلع ويد كبرى في الانقلاب الذي حصل، وهي من بيدها تغيير الوضع في السودان من حالة
الانقلاب الحالية إلى حالة استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي، ولهذا تجرى مناقشات وتجرى يعني عمليات سياسية معهم. فيما يلي مسألة يعني التمثيل المؤسسة العسكرية أو حتى مسألة موضع قيادة القوات قادة الحركات المسلحة في أي من مفاصل السلطة، أعتقد نحن ما زلنا في مرحلة مبكرة للحديث عن هذا. فقط ما أستطيع تأكيده أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون، وهذا موقفنا الذي لا يعني لا زحزحة عنه، أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون خارج مؤسسات الحكم، أن تلتزم بدورها الذي تلعبه أي جيش في أي دولة طبيعية في العالم. هذا هو ما أستطيع التأكيد عليه في هذه اللحظة باعتباره ما يمثل موقف الحرية والتغيير وممثل غالب الشعب السوداني. شكرا جزيلا لك. كنت معنا من الخرطوم نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السودانية. وإلى ملف آخر الآن، إذ أعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 23 طفلا قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية منذ بدء الاحتجاجات. كما نشرت المنظمة على موقعها أسماء الضحايا مع صورهم، بينهم 20 من الذكور و3 من الإناث. هذا أوضحت أن معظم الصبية قتلوا بالطلقات الحربية والرصاصة، فيما قتلت الفتيات جراء الضرب على أيدي قوات الأمن. وأضافت أن 10 من الأطفال ينتمون إلى البلوش جنوب شرق إيران، حيث أصيب 7 منهم على الأقل في القلب والرأس. وفي السياق، كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن أن متوسط أعمار المعتقلين خلال الاحتجاجات في إيران هو 15 عاما. وحذر التقرير من أن الخطر الذي تواجه طالبات المدارس في إيران يصل إلى الموت، كما حدث مع سارينا إسماعيل زادة. واعتبر التقرير أن طالبات المدارس تقودن تظاهرات الحرية في إيران. نشاطنا مستمر فيها بعد الفاصل. فرقة البيتلز الداعشية تقدم أدلة على أماكن دفن رهائن وأسرى داعش بسوريا. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك.
أهلا بكم من جديد. اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن انتخاب الرئيس اللبناني يعود إلى اللبنانيين وحدهم، مشددة في الوقت ذاته على اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطي الأزمة. وأوضحت الوزيرة التي وصلت بيروت الخميس أن أصدقاء لبنان سيساعدون الرئيس طالما يساعد نفسه. ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أنه من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمل عواقب أزمة غير مسؤول عنها. وفي سياق آخر قالت الوزيرة أن الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل لن يحل محل الإصلاحات. من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم للمزيد من التفاصيل والمعلومات. غنوة أهلا بك. غنوة، إذن زيارة اليومين اختتمت للوزيرة وزيرة الخارجية الفرنسية، كان يؤمل الكثير من هذه الزيارة باعتبارها تأتي بعد الجلسة الثانية التي فشل البرلمان فيها في انتخاب رئيس. ما الرسائل الفرنسية التي وصلت للمسؤولين اللبنانيين خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس جديد؟ يعني طبعا وزيرة الخارجية الفرنسية التي وصلت يوم أمس كانت قد التقت اليوم الرؤساء اللبنانيين الثلاث، وكانت قد رافقتها أيضا السفيرة الفرنسية، وشدد الرؤساء الثلاث على شكرهم للدور الذي تلعبه فرنسا إن كان سياسيا أو اجتماعيا أو حتى معنويا. الرسالة اليوم التي وجهتها وزيرة الخارجية الفرنسية خلال المؤتمر الذي يعني لخصت محور زيارتها في المؤتمر الذي عقدته في مطار بيروت بأن لبنان لن يترك لوحده، وبأن هذه الرسالة هي لا تحملها فقط من فرنسا بل أيضا من أصدقاء لبنان ومن المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأوروبي. هي شددت على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعلى أهمية احترام المهل الدستورية، خاصة وأن لبنان اليوم لا يشبه لبنان عام 2014. لا يمكن أن يكون هناك فراغ طويل في الكرسي الرئاسي مع كل الأزمات التي يعيشها لبنان. بالطبع أيضا أعادت وأكدت على الدور الذي لعبته فرنسا في موضوع ترسيم الحدود، واعتبرته أيضا اتفاق تاريخي، وقالت يعني رغم أن هذا الموضوع سيفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، ولكن فقط إذا يعني لكن هذا الموضوع لن يحل مكان الإصلاحات التي يطالب في التي لبنان مطالب بها، وبأن لبنان وأن المجتمع الدولي يمكن أن يساعد اللبنانيين فقط إذا قاموا بمساعدة أنفسهم. أيضا يعني كان لديها تأكيد على موضوع تشكيل الحكومة، إضافة إلى موضوع انفجار المرفأ. هي قالت اليوم لا نزال نحن بانتظار تحقيق شفاف لا يخضع لعوائق سياسية، إضافة إلى موضوع النازحين الذي كان قد حدثها فيه أو الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أهمية عودتهم بسبب ما يعيشه لبنان من أزمات اقتصادية. هي قالت بأن الاتحاد الأوروبي تمكن من تأمين مساعدات للاجئين السوريين وهم يريدون العودة، ولكن عودتهم يعني رهن بخطورة الأمر الواقع في سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. بعد نحو أسبوعين من التعتيم والإنكار، اضطرت ميليشيات الحوثي للاعتراف رسمياً بوفاة 10 أطفال من مرضى السرطان نتيجة جرعات علاج منتهية في إحدى مستشفيات صنعاء. وزارة الصحة التابعة لميليشيات الحوثي الغير معترف بها قالت في بيان لها بأن الجرعات الفاسدة من دواء لم تسمه تسبب بوفاة 10 أطفال، فيما تؤكد مصادر طبية أن عدد ضحايا الجرعة ارتفع إلى 25. وكانت ميليشيات الحوثي سارعت عند انكشاف أمر الجرعة الفاسدة إلى نقل وتوزيع المرضى الذين أعطيت لهم الجرعة على مستشفيات عدة في صنعاء وسط تكتيم شديد، هذا ومنعت الوصول إليهم. وسط ضغط من أهل الضحايا اضطرت الميليشيات للاعتراف بوجود هذا الدواء الذي زعمت أنه مهرب ولم تسمه، متذرعة بعدم خضوعه لرقابة هيئة الأدوية، كما قالت أن الدواء تعرض لتلوث بكتيري أثناء عملية تهريبه. يذكر أن ميليشيا الحوثي تسيطر منذ سنوات على سوق الدواء في اليمن من خلال قيادات ونافذين يمتلكون عشرات الشركات المستوردة للأدوية دون رقابة، فضلا عن تهريب معظم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن فرقة بيتس المحكومة على أعضائها بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت دليلاً على أماكن دفن داعش لرهائنه وضحاياه، بينهم رهائن غربيون قتلوا علناً. وأشارت الصحيفة إلى أن مركز العدالة والمحاسبة في سوريا الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له تمكن من تحديد 57 مكاناً لاحتجاز أسرى كانوا من السكان المحليين، وأحياناً داعش كانت تحوم أو من داعش كانت تحوم حولهم شبهات. وتم تحديد 7 أماكن كانت تستخدم كسجون شبه رسمية، 6 منها كانت في شمال غرب سوريا حيث تم احتجاز معظم الصحفيين الغربيين وعمال الإغاثة. وأحد هذه السجون كان في منشأة نفط بالقرب من الرقة التي استخدمتها داعش أيضا أو استخدمها تنظيم داعش كمعسكر لتدريبه. أصيب نحو 21 فلسطينياً واثنين من المستوطنين الإسرائيليين عقب مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراح بالقدس. وقعت الإصابات عقب هجوم شنه المستوطنون على بيوت الفلسطينيين بالحي، فيما انتشرت مقاطع لعضو في الكنيسة وهو يلوح بسلاحه باتجاه الفلسطينيين. هذا ودانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بقتل مواطن وإصابة آخرين بينهم مسعفون وطبيب وصفت جروحه بالخطيرة جدا أثناء اقتحامها للمخيم. هذا وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمر من خلال إصرارها على المضي بسياسة القتل والإعدامات الميدانية وفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما ينذر تفجر الأوضاع. هذا ودعا الإدارة الأمريكية للتدخل قبل فوات الأوان، كما أشار إلى أن الصمت الدولي وعجز الدول عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتصعيد في عدوانها وجرائمها. وتنضم إلينا من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاسي. لانا أهلا بك. لانا، إذن مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح ومستوطنين عقب هذا الهجوم للمستوطنين على المنازل الفلسطينيين. في آخر الحصيلة ربما التي سجلت كنا نتحدث عن جرحى وعن قتيلين، هل هناك أي تحديث؟ نعم، في البداية دعينا ننوه أن هناك تصعيد كبير في أو مدن وأحياء رئيسة في القدس الشرقية، إضافة إلى تصعيد رأيناه أساسا متصاعد منذ أيام في الضفة الغربية. ربما اشتعل هذا الهبة الشعبية من مخيم شعفاط بعد أن قام منفذ عملية بإطلاق النار اتجاه حاجز في مخيم شعفاط ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي، وبالتالي قامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة مخيم شعفاط لأكثر من 5 أيام على التوالي. فهناك كان عبارة عن عقاب جماعي لأكثر من 150 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط، ومن هذه النقطة كان
هناك هبة شعبية وتضامن شعبي من الشارع الفلسطيني من مناطق متعددة في القدس. وشهدنا أيضا كان هناك استنفار للمستوطنين في الشيخ جراح في القدس. كان هناك اعتداء وحشي من قبل المستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح وقاموا بتدمير عدد من سياراتهم وأيضا الاعتداء على بيوتهم وعليهم، إضافة إلى زيارة واقتحام عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن جفير الذي قام بالتوجه إلى حي الشيخ جراح وأيضا بتهديد الفلسطينيين وهو يعني يمسك بسلاحه ويوجه هذا السلاح نحو الفلسطينيين ويطالب بأن أي مقاوم فلسطيني يجب إطلاق النار عليه وقتله. أما بالنسبة للضفة الغربية فشهدنا صباح اليوم كان هناك توجه من القوات الإسرائيلية وقامت باقتحام مخيم جنين، ما أسفر عن مثل ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية قد ارتقى اثنين فلسطينيين من بينهم كان طبيب يتواجد أمام مستشفى جنين الحكومي. وكما أفاد مصادر فلسطينية محلية تقول أن قناص إسرائيلي قام بتوجيه قناصته على هذا الطبيب وقام بإطلاق الرصاص من عينه إلى وخرجت الرصاصة من رأسه ما أدى إلى ارتقاء هذا الطبيب. ويقول رئيس الوزراء الفلسطيني فعليا أن اعتداءات القوات الإسرائيلية على الطواقم الطبية هو أمر خطير جدا ويجب تدخل دولي فوري بسبب هذه الإجراءات التي تقدر بجريمة حرب. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل وعلى متابعة بالتأكيد المشهد الميداني حيث أنت مراسلة الحدث لانا كولغاسي، شكرا جزيلا لك. وفي سياق آخر، كشف إذن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن جيشه زج بنصف قوته في الضفة الغربية، كما عزز الجهود الاستخباراتية والهجومية والدفاعية حول البلدة القديمة في نابلس وجنين واضعا هدفا استراتيجيا بتصفية مجموعة عرين الأسود التي تنفذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية. واعترف بيني غانتس بأن قوام هذه المجموعة هو نحو 30 عنصر، وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن هذه المجموعة شبابية وغير معروفة بشكل جيد وتستخدم الشبكات الاجتماعية بشكل غير مسبوق. هذا فيما ردت المجموعة على تهديدات بيني غانتس بتحذير القوات الإسرائيلية أنها إذ دخلت نابلس سيخسرون أرواحهم ويحكمون على أنفسهم بالإعدام. وحسب تقرير لسان آن يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي نحو 635 ألف جندي، بينهم 170 ألف جندي فاعل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حسم الرئاسة في العراق كلف الأكراد غالياً، وتسريب رئيس الاتحاد الوطني يقول إنه سيصحح أخطاء كردستان في بغداد. الكل يتفق على حكم مدني. المبعوث الأممي للسودان يؤكد الحدث تقارب وجهات النظر بين الفرقاء، ورئيس الجبهة الثورية يؤكد قرب التوصل لتسوية سياسية. أطفال إيران المحتجون قتلى على يد النظام ومعتقلون في سجونها. قلق أوروبي من فشل لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية، وباريس تضغط من بيروت لانتخابه ضمن المهلة.
تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. السلام عليكم.